حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أُتي بأُسارى وأُتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصًا فوجدوا قميص عبد الله بن أُبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه قال ابن عيينه كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فاحب ان يكافئه